FM. الكلمة ليك. هو من ربما من الخصوصية متاع بلادنا وربما من منتوجها السياسي ما بعد الثورة هو أنه التظاهرات هذه ممكنة، والتظاهرات هذه تعبر على الآراء متاع التوانسة الكل. التوانسة الكل كيفاش يراو إمكانية محاربة الفساد، بين طريقة بين شكل بين أسلوب بين سياسات بين استراتيجيات. ممكن معناها التوانسة اليوم يختلفوا في النهج هذا. فما النهج اللي مختارته الأطراف الائتلاف الحاكم اللي ترى أنه هالقانون هذي متاع المصالحة الاقتصادية والمالية المضي فيه وتعديلات اللي يمكن تدخل عليه من خلال مؤسسات الدولة، من خلال مؤسسات مجلس الشعب. الشعب أعطى تفويض لهذه المؤسسة باش تنظر في القوانين، ولذلك نحن في حركة النهضة نعتبر أنه المجال الأساسي لمناقشة القوانين هو القبة متاع البرلمان. هذا ما قاله الرئيس في خطابه الأخراني، قبة البرلمان. وهذا موقف حركة النهضة. وفما أطراف أخرى اللي ترى أنه ممكن من خلال الشارع قد تؤثر في سير أعمال النقاش. الكلمة ليك.